ريال حي المتابعين، شلونكم؟ شو اخباركم؟ الجو بس يصير حار، فيبي لك كيكه فراوله تسرسح. تعرفوا شو كلمه تسرسح؟ يعني بارده كذي مسجون عليها. فالله يسلمكم. مكوناتها جدا بسيطه، كل نحتاجها فراوله فريش، نحتاج اي كيكه سفنجيه جاهزه، كيري، الدريم ويب، وكريمه. تمام، هذه المكونات اللي نحتاجها ونبلش. اول شيء عندي الكريمه، لازم تكون بارده، لازم، هذه نقطه مهمه، اذا ما كانت بارده ما راح تعطينا قوام ولا تتماسك. بسم الله، علبه كامله احطها وابدا اخلط. سمي اوكي، يلا نخلط لما تتماسك. بعد ما تماسك القوام عندي شنو راح نضيف؟ الله يسلمكم، دريم ويب. تمام، راح اضيف، انا اكتفي هذا السكر اللي راح اضيفه بس، يعني هو دريم ويب هو السكر المضاف. ضفت جبن كيري حجم صغير 230 جرام. تمام، الحين نخلط. يلا هذا قوام الكريمة اللي عندنا. طبعا مثل ما قلت لكم الكريمة مايلة للملوحة، عرفتوا، مو حالية حيل، فممكن اذا تبونها حالية يضيفون نستلة، عرفتوا، اللي يحبون الكريمة حالية اختيارية، بس انا ما ضفتها. مثل ما قلت انا احب يكون الحل عندي معتدل. وبس والله الحين خالصين، راح ندخلها الثلاجة تتماسك تماما. اخر شيء تبقى عندنا الزينة، بس الحين نخليها متبرد. الله، حي متابعات، حلانة جاهز. طبعا اللي بقى من الفراولة هذا اخر شيء، يعني فكرت فيه، عرفتوا، قلت حلانة اقدمه مع صوص. فالله يسلمكم، اللي بقى من الفراولة حطيت عليه شوية سكر وشوية ماي مثل المربى، عرفتوا. بعد ما جهز حطيت عليه مقدار الغطاء، نص الغطاء فيمتو، وبعدين هرسته، فصار معي صوص حالي. طبعا لازم يكون بارد حيل عشان الكيكة. وبس ما شاء الله تبارك الله، ولا غلطة ولا غلطة. الكريمة موزونة مثل ما قلنا، كريمة بسيطة، الكريمه البيضه اللي صورناها لكم، راح انزل لكم صوره باذن الله، راح انزل لكم صوره، يعني صوره وكتابه الطريقه، لانها خطيره وبارده. تعرفون لما تشتهون شيء تبون انتم تسوونه ويطلع مضبوط 100%، ما شاء الله تبارك الله، كذي صار معي. يعني صدق كان بخاطري كيكه فراوله، بس تعرفون اللي لا، ما بيطلبها من برا، ابي انا اسويها. ولا غلطة ولا غلطة ولا غلطة.